بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. افتح الكتاب على الصفحة 46 la page 46. Alors, l'accord de l'adjectif qualificatif. إذن l'accord de l'adjectif qualificatif c'est-à-dire يعني ربط الصفة بالاسم الذي نقوم بوصفه، يعني لدينا الصفة تتبع الموصوف، بمعنى أنه الصفة تتبع الاسم إذا كان مذكر أو مؤنث، إذا كان جمع أو فرد. على بركة الله. رجليس، الرجليس هو عرق السوس، يعني هنا راح في هذا النص راح نتكلموا على غلو دو رجليس، يعني لفافة عرق السوس. هي عبارة عن حلوى، وهذه عبارة عن شعر أو قصيدة. لو غلو دو رجليس فواياج دو ما بوش، يعني يسافر في فمي. Sur ses rails, هذو هما لي غاي، نوار سوداء، إليس وملساء. Jusqu'au terminus, إلى النهاية. Une perle en toque, perle هي لؤلؤة، en toque مزيفة، يعني ليست حقيقية. Colorée ملونة، et sucrée محلات، يعني طعم السكر فيها. Quand croque, croque يعني يقضم، يأكل، يقضم، avec avidité. Avidité اللي هي الشراهة أو الجشع. هذا بالنسبة للتكست، أظن أنه مفهوم. هذه عبارة عن حلوى تسمى حلوى عرق السوس، ينصح بها إلى حد السن 40، لأن يعني بعد 40 سنة تسبب أمراض القلب وضغط الدم. إذن لي كيستيون. كالي لو تام دو سيت بويزي؟ كالي لو تام دو سيت بويزي؟ بويزي هي الشعر أو القصيدة. إذن أجيب، le thème de la poésie, le thème de la poésie est une sucrerie, يعني سكريات أو حلوى، هي عبارة عن حلوى. est une sucrerie، والاسم تاع الحلوى هو un rouleau de réglisse، يعني لفافة عرق السوس. un rouleau de réglisse، هذا بالنسبة السؤال الأول. إذا أجيب السؤال الأول، le thème de la poésie est une sucrerie، يعني عبارة عن حلوى، واللي سميناها في القصيدة un rouleau de réglisse. هذا بالنسبة للسؤال الأول. إذا نتوجه إلى السؤال الثاني، la deuxième question. Observe les adjectifs qualificatifs soulignés. يعني انظر أو لاحظ إلى هذه الصفات المسطة تحتها. Quel nom précise-t-il؟ يعني ما هي الأسماء التي تصفها أو تحددها؟ يعني بالنسبة للصفتين noir lisse، noir lisse، هما صفتان تصفا لغاي، يعني هذه لغاي هي سوداء وملساء. إذا الصفة تبعت الاسم هذا. غاي هي عبارة عن جمع مذكر، الصفة رجعت جمع مذكر، زدنا لها اس وما زدناش الأو دو فيمينا. ليس نفس الشيء، زدنا الاس دو بلوريال. هذا بالنسبة للصفتين نوار إليس. أما بالنسبة للصفتين كولوري سكري، يعني ملونة ومحلات بالسكر، تبعت هنا نقصد بالاسم تاعها وشكون هو؟ اون بيرل، اون بيرل يعني الجوهرة، والجوهرة عبارة عن اسم مؤنث مفرد، يعني فيمينا سينغولي، مادام فيمينا زدنا او، مادام مفرد ما زدناش الاس دو بلوريال. نفس الشيء بالنسبة لسكري، زدنا الاو دو فيمينا يعني او تاع الاسم المؤنث، والاس ما ضفناهاش لأنه اسم مفرد. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. إذا نكتب دوزيام كيستيون، les adjectifs. Les adjectifs qualificatifs واللي هما noir et lisse، يعني noir et lisse سوداء وملساء. Précise le nom غاي. هذا بالنسبة للصفتين نوار إليس. أما بالنسبة
les adjectifs qualificatifs colorés et sucrés précisent, نعاودو نفس الجملة précise le nom واش من اسم كان يوصف فيه le nom une perle une perle يعني اللؤلؤة une perle هذا بالنسبة للسؤال الثاني troisième question que remarques-tu ماذا تلاحظ que remarques-tu واش انا نلاحظ هنا انا نلاحظ لانه الصفة تتبع الموصوف اللي هو الاسم اللي سبقها تتبعه فيه اذا كان مذكر تكون هي مذكر إذا كان اسم مؤنث تكون هي مؤنث إذا كان مفرد تكون الصفة مفرد إذا كان جمع تكون الصفة جمع إذا الصفة تتبع الموصوف في المذكر أو المؤنث في الجمع أو المفرد إذا نقولوا باللي ces adjectifs qualificatifs s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils qualifient يعني تتبع الصفة en genre يعني بالجنس يعني ماسكولين ولا فيمينا او نومبر يعني سانجولي ولا بلوريال اذا نكتب على النحو التالي سيز ادجكتيف هذه الصفات سيز ادجكتيف كاليفيكاتيف ساكورد ساكورد افيك سي هنا ساكورد en genre يعني الجنس est-ce que masculin ou bien féminin مذكر أو مؤنث en genre et en nombre يعني العدد مفرد أو جمع en nombre avec le nom qu'il qualifie يعني هذه الصفات تتبع الموصوف اللي هو الاسم اللي رانا نوصفه فيه تتبعه في المفرد او الجمع يعني لو نومبر وتتبعه في المذكر او المؤنث يعني لو جونغ هذا بالنسبه لي تخوا كيستيون جو روتيان لادجيكتيف كاليفيكاتيف ساكورد اون جونغ اي اون نومبر افيك لو نو كيل بريسيز يعني هذه اللي كنت نشرح فيها قبل قليل اكزومبل اون بيرل اون توك كولوري اي سوكري لو تلاحظوا الاو هذه هي عباره عن او دو فيمينا يعني الأو تاع الاسم هذا إمبيغ لأنه مؤنث نفس الشيء بالنسبة سكري إذن أشكركم على متابعة هذا الفيديو للآخر من لديه سؤال يتركه في تعليق سأجيبكم بحول الله سلام